وعلى ذكر الفن وتأثير القوة الناعمة المصرية وتأثير الفنانين في دعم القضية الفلسطينية. كلنا بندعم القضية الفلسطينية بأشكال مختلفة، لكن لما تكون شخصية عامة، لما تكون شخصية معروفة مشهورة ومؤثرة ومحبوبة، يكون تأثيرك أكبر، يكون مردود اللي انت بتعمله لدعم القضية الفلسطينية وتغيير الوعي. لو بنتكلم لو فنان مصري، فأنت بتشكل وعي أو بتغير وعي شعوب عربية كمان، خاصة لو أنت فنان محبوب. الفنان الكبير أحمد حلمي وهو موجود في هولندا نشر صورة بتعكس يعني لقطة، هي لقطة إنسانية في النهاية. هو موجود في أحد الشوارع في هولندا والتقط فيديو بيعكس التعاطف مع القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني. والحقيقة أنه كمان الفنان أحمد حلمي كان موجود الأسبوع اللي فات في منتدى الإعلام العربي في دبي، واتكلم عن الموضوع ده وقال أنه بيتمنى أنه هو يقدم أعمال فنية بتتكلم عن الظلم اللي بيتعرض له الأشقاء في فلسطين، ويغير وعي الشعوب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأنه ده فعلا دور الفنان، وأنه نناشد كل صناع الفن أنه يلا نعمل أعمال تؤرخ لما يحدث في فلسطين. وده حصل بالفعل في رمضان اللي فات من خلال واحد من الأعمال الدرامية. خلينا نشوف مع حضراتكم الفيديو للفنان أحمد حلمي ونرجع مرة تانية. بالتأكيد هي دي قوة مصر الناعمة، زي هي ما كانت لسه بتتكلم، ويمكن مسلسل مليحة كان من الحاجات المهمة جدا في رمضان اللي فات، وشفنا انه له تأثير مش بنتكلم بس عربيا، لكن كان العديد من القنوات الخاصة بالقنوات الإسرائيلية كانت بتتابع المسلسل يوما بيوم، وكان مؤثر فيهم بشكل كبير جدا جدا، وكان يعني بيثير السخط عندهم لأنه بيكشف طبعا الجرائم على مدى التاريخ. فإحنا بنتكلم على أهمية قوة مصر الناعمة، وكمان وإحنا بنتكلم كمان في هذا الموضوع لازم نشير لدور مصر. دور مصر في إيه؟ في توصيل أن الحقائق تصل لهذه الشعوب. يمكن الشعوب الأجنبية أو الغربية على مدى العقود كانت مغيبة، كان عندهم رواية إسرائيلية صهيونية كاذبة، وهم دي اللي كانوا عندهم هذه الفكرة عن القضية الفلسطينية. لكن بالتأكيد بالجهود المصرية، سواء كنا بنتكلم دبلوماسيا أو على المستوى الشعبي أو من خلال الفن أو من خلال كمان قنواتنا الإخبارية زي قناة القاهرة الإخبارية اللي هي دلوقتي بتصل إلى جميع أنحاء العالم، وضحت إلى حد بعيد الحقائق، وضحت للعالم كله إيه صحيح القضية الفلسطينية، خلت دلوقتي الشعوب هي اللي بتخرج لدعم القضية بعيدا عن الحكومات أو بعيدا عن السياسات، ودي من التأثيرات المهمة للغاية. بالتأكيد مصر دايما هتكون سند ودعم، والقضية الفلسطينية هتكون دائما في أوائل قضايا الشعب المصري والقيادة السياسية.